ومعايا مداخله من المهندس ابراهيم عبد العال وكيل وزاره الزراعه باسيوط. باشمهندس ابراهيم ازاي حضرتك؟ اهلا يا ماهر بيه، ازي الصحه؟ كل سنه طيبين. اهلا بيك. انت واخونا استاذ عبده زكي وحبايبنا واخواتنا واهالينا شرطه مصر وسنادنا واماننا. اهلا بيك. قول لي بقى، موضوع كارت الفلاح المصري في اسيوط هيتم تطبيقه ازاي وايه الاجراءات المتبعه في هذا الشان؟ هو حضرتك احنا عندنا في اسيوط مساحه الزراعه 650 الف فدان على حوالي 230 الف حائز متوزعين على الجمعيات اللي في ال 11 مركز، حوالي 230 جمعيه. ده ضمن شامله الائتمان والاصلاح والاستصلاح. احنا دلوقتي حضرتك السنه ونص سنتين اللي فاتوا دي كانت كلها اجراءات جمع بيانات، تدقيق بيانات. الحمد لله احنا وصلنا لنهايه المطاف ودخلنا في التحول الرقمي الكبير بالنسبه للزراعه، كارت الفلاح. وحضرتك احنا دلوقتي جاهزيتنا للكارت عندنا في كل اداره زراعيه معمل او مركز وحده للكارت الفلاح مرتبطه بالمنظومه، وكذلك في كل جمعيه يوجد فيها تابلت مرتبط بالمنظومه ونقطه بيع على اساس يبدا منها تقديم الخدمات والمستلزمات للمزارعين من خلال الكارت. وعندنا في المديريه برضو وحده كبيره مرتبطه كذلك بالوحدات اللي في الادارات الزراعيه ومرتبطه بالمنظومه بتاعه كارت الفلاح. قول لي ده يا باشمهندس ابراهيم، يغير المنظومه ازاي؟ ايه الفرق ما بينه وبين المنظومه القديمه اللي كنا شغالين بيها؟ واحنا طبعا عارفين ان في اراضي كتير جدا داخل الحيز السكني وتم التعدي عليها وما زالت لها بطايق زراعه بيتصرف عليها اسمده، ده يعمل ايه في المنظومه؟ المنظومه طبعا هتوصلنا ل بيانات دقيقه مدققه تدينا انطباع وانديكيشن ان احنا نقدر ناخد قراراتنا في الاسمده، في المبيدات، في المحاصيل الاستراتيجيه. وفي نفس الوقت بتبين في مستقبلا على ان يبقى في ربط مع هيئه المساحه والتصوير الجوي، يبقى في ربط يوصل لنا ويدينا رؤيه فعليه بالمساحات المنزرعه على طبقا للمحاصيل سواء شتوي او صيفي. وفي نفس الوقت مش هتدي فرصه لاي حد يتلاعب، لان عشان تدخل بيان على المنظومه اجراءات شديده ومتتاليه وفي مراجعات على المنظومه بيبقى محتاجه يعني دقه شديده جدا. وفي نفس الوقت قصه الاراضي اللي متعدي عليها وبتاخد اسمده دي، يعني احنا شغالين في المرحله دي بنطهر منظومتنا بحيث ان شاء الله ما يكونش فيه اي شيء زائد عن حق المزارع يوصل له حقوقه سواء خدمات سواء ارشاد سواء دعم. فده احنا اللي شغالين عليه، والحمد لله احنا عندنا في المرحله دي زي ما قلت سيادتك 231 تابلت، 231 نقطه بيع متوزعين على مستوى المحافظه، وعندنا الكروت موجوده عندنا حوالي 160 الف كارت بيتوزعوا، والفرق جاي في الطريق ان شاء الله طبقا للمراجعات مع الانتاج الحربي. واحنا عاملين فريق عمل كبير مع زمايلنا في شركه اي فاينانس، اي دعم فني معانا على طول، وبرده في الدعم الفني شغال من خلال الانتاج الحربي. باشمهندس ابراهيم سرور، انا كنت في حوار مع الباشمهندس محمد الزواوي وكيل وزاره الزراعه في البحيره، وقال لي كلام مهم جدا في هذا الحوار وتم نشره في الاهرام المسائي. قال لي ان انا لقيت عندي في مديريه البحيره فساد موجود في حمايه الاراضي، وده كان راجع ان الموظفين والمسؤولين موجودين في اماكنهم باكثر من 15 سنه، فتم تغيير هذه وضخ دماء جديده من الشباب في هذه المواقع، وان حمايه الاراضي السبب فيها في فسادها هو ان المسؤول يفضل موجود في مكانه 10 15 سنه فيعمل صداقات ويعمل علاقات مع الناس المحيطين فيبقى مش قادر ياخد قرارات معينه او محاضر او كذا او كذا. الكلام ده عندك في اسيوط ولا لا؟ بص سيادتك، انا بقالي 3 سنين ونص في اسيوط دلوقتي، بعد سنه بالظبط عملت تدوير لكل الزملاء بتوع حمايه الاراضي من المراكز، بس ما كملناش بقى للجمعيات لان الجمعيات ده مهم جدا يا باشمهندس ابراهيم. التدوير عندي تدوير بالذات الحاجات الحساسه، الرقابه على المبيدات،
حماية الأراضي، إذا كان في حد في شركة زراعية شغال في الحيازات. طبعا التدوير الموظفين ده مهم جدا، على أساس بيبقى بنقتل الوازع النفسي اللي هو يخطئ عن قصد، وثانيا بنحميه من نفسه، وثالثا بيبقى في دم جديد وتغيير جديد، فده بيعود بالنفع على المتعاملين معانا، سواء المزارعين سواء أصحاب مصالح خاصة بالزراعة. فطبعا التدوير الوظائف ده مهم جدا. وسيادتك، أنا بعد سنة من وجودي في أسيوط دورت 11 مركز مدير وسائل الأقسام في المراكز، ودورت الإدارة نفسها في المديرية. ليه؟ لأن برضو حماية الأرض محتاجة يعني واحد يبقى عنده أمانة، وواحد قاضي بيروح بيدي، يعني لأن المحضر اللي بيتعمل دوت لو مش معمول صح بيأذي واحد ملوش ذنب في أي حاجة. الحياة في نفس كمان الوقت لو ما اتعملش صح يبقى ضيعنا أرضنا. صحيح، الحياة كمان البشمهندس حسن جودة وكيل وزارة الزراعة حماية الأراضي في الوزارة، هذه المنظومة كمان شغال عليها بشكل كبير جدا ومهم جدا. أستاذ عبد الزكي عايز يسألك سؤال. مش مهندس، الحقيقة أنا بأشيد بأدائك في أسيوط، أنا على تواصل مع أسيوط طول الوقت، بشيد بسرعتك في التجاوب مع أي تعدي على الأراضي الزراعية في أسيوط. لكن الحقيقة في مشكلة كده، معرفش إذا كانت تخص الري ولا تخص الزراعة، مش مهندس أنا عايز أقول لك عليها، وهي إن في بعد يناير، بعد أحداث يناير 2011، أقيمت مباني كثيرة على أطراف الأراضي الزراعية اللي هي مطلة على الترع اللي هي بتاعت الري وكده، وبالتالي في كثير من هذه المنازل بتصرف الصرف الصحي بتاعها في هذه الترع، ما أدى إلى ظهور طبقة بيضاء فوق الأراضي الزراعية أو ما يشبه الأملاح يعني. فهل من إجراء معين يمكن اتخاذه مع هؤلاء الناس، أو هل في هناك آلية محددة لوقف هذه الأمور الضارة بالإنسان، لأنه بيتعامل الحقيقة الفلاح مع المياه بشكل مباشر في الغالب دون ارتداء أي أدوات واقية، والحاجة التانية إنه بيأثر على صلاحية التربة وخصوبة التربة. اتفضل يا فندم. بالنسبة لسيادتك، ليه التعديات على حرم الترع أو المصارف، أو سواء ترع كبيرة أو ترع صغيرة، ده يعني متابعة دقيقة بتتم من خلال زمايلنا في الري، ودوت هما جهة الولاية. إنما بالنسبة لسيادتك لقضية الأراضي والملوحة، ده طبعا بيبقى فيه ناتج عن يا إما الأراضي بتشرب ارتوازي، أو الري بتاعها بيبقى كتير وكده، والمياه فيها مشكلة زي ما سيادتك تفضلت، من خلال سوء التعامل نحنا كمصريين مع شريان الحياة بتاعنا، النيل والترع والفروع الصغيرة. فبالنسبة للأراضي اللي فيها ملوحة، احنا عندنا كوزارة الزراعة أكيد تعرف وماهر بيعرف، عندنا حاجة اسمها الجهاز التنفيذي لمشروعات تحسين الأراضي، دوت بيبقى منوط بيه، احنا بنتواصل معاه، وفي إدارة عامة في أسيوط موجودة، بتيجي بيطلعوا ياخدوا عينات من التربة ديت اللي فيها الملوحة، وبيقعدوا يحللوا، وبعد كده في إجراءات بتتم سواء بالمعالجة بالجسر الزراعي لو حالة مهندس الصرف إبراهيم التربة. سرور وكيل وزارة الزراعة بأسيوط، أنا بشكر حضرتك جدا على المداخلة معانا.